أنا واثقة أنه نحن قادرين نكشف الحبيب السابق وكلهم كذابين ما عدا شخص واحد، وليكون الموضوع صعب الحبيبة السابقة رح تكون موجودة. جولة ورا جولة رح نطلع شخص لبرا. إذا اخترنا الحبيب السابق صح رح نفوز، ولكن إذا اخترنا الشخص الغلط رح يكسب معنا 1000 درهم. الحلقة بلشت، وهيدي من أكثر الحلقات اللي أنا حابب يكون فيها. بتعرفوا ليش؟ عبالي شوف 2 تاركين. يا هلا. سلام، كيف الحال؟ كله تمام. شو الاسم؟ اسمي كوي. كوريا ولا؟ بالضبط. يعطيك العافية. طبعا بدينا وكالعادة توتر من البداية، هو على أساس واحد بس في وايدين ما شاء الله. أوكي. الجائزة موجودة هون، سو اللي حيبقى بالأخير هو حيكسب هاي الجائزة. من الآخر اللي يقنعنا. نبدأ بالأسامي. يونس 25 years. كاريزما 25. يومي 24. صادق 23. هذا الوحيد اللي صادق شكله. حيكون صادق بالحلقة. اوكي يا محمد 23. خلينا نبلش بالجولة الأولى وبالسؤال الأول. شو كان سبب الانفصال؟ شافتني عم حدا عم بكلم رفيقتها، وطبعا رفيقتها كان هي عم توقع فينا لأنه غيرانة بيناتنا، في غيرة، فصارت مثل كمين بيني وبينها ولوصلنا لهون. يعني أنت كنت عم تخونها ولا؟ لا، هي اللي مسويتها. أنت في كمين؟ أنت ضحية. قصص الكمين هاي شغلتنا نحن البنات صراحة. وأنا بسبب الغيرة، أنا بغار شفتها يعني كذا موقف إنه بتتكلم مع شباب، وأنا بغار عند هذا الشيء. شباب يعني أصدقاء فريندز؟ أيوة، بتاخذ صور معها هون، فأنا ما بحب هذا الشيء، فهي كانت حسيت قصة الغيرة. أنت هيك بس عبالك تحكي لأنه هي أكثر شيء موجود بالعالم. يامي كان يجوا لها وايد شباب، الأهل شافوها فقالوا مو أوكي حقي، فهي ما تصلح. صح، مرات يعني لازم تمشي على كلام أهلك، بس مو في كل شيء يعني. ركز شوي يامي، أنت تحبها صدق خلاص اقنع اهلك. صادق صادق، خليك صادق. اوكي يلا. اول شيء لانه هي ساكنه هون بدبي وانا اضطريت انه انزل على سوريا. يا صادق والله اخاف ما تكون صادق. يا صادق طولت اكثر من سنه وصار لي اهمال زياده وقررنا انه نقطع التواصل بس نضل رفقات فريندز يعني. ايوه. مين ترك الثاني؟ انت ولا هي؟ نحن اثنيناتنا قررنا انه نترك لانه صعب كمان فرق البلدان صار. والله انا عرفت ليش تركي صراحه، معك حق. محمد هسه نحن تركنا عشان يعني هي بجامعتها وانا في جامعتي، وهي كثير يعني منشغله عني وكثير قله اهتمام صار بيننا، ف يعني وعشان انا كون مستقبلي وهي عشان مستقبلها فكرنا انه ننهي العلاقه مؤقتا، وان شاء الله ممكن بعد الايام يمكن بعد الحلقه ما يرجعوا. يا جماعه الخير، في شيء في محمد صراحه مو طبيعي، لما يتكلم تحسه يتكلم من قلبه. اوكي، اول شيء انت هل عبالك ترجع له ولا لا؟ أكيد. أحكي لها شيء. ما بحكي لها، في عندي شغلة بعد إذنكم برا. أوكي. تفضل حبيبي تفضل. أنا ما بقولها لك عشان تسامحني. يا سلام. رأيكم مرة اثنين، رأيكم جمعتونا. وأنا شو مزهرية يعني. صح إن يونس كذاب بس عليه حركات، وأنا يا برود، بس ورد حقي أنا وين؟ ما في ورد حقي يعني. انا لو تجيب لي يعني تلفون اي شيء انا ما عندي مشكله، ما بورد انا ما بورد. هل مقبول الورد ولا لسه؟ مقبول. شوف انا اقول لك البنات ترى والله ما يرضوا. ايه ما يرضوا شيء. يا سلام على الرومانسيه. اوف اوف. انت الحين بعد لا تقولي بتجيب سياره. تفضل. الحين انت تلاقيت معها صح؟ هل انت يعني مثلا قبل لما تشوفها تحاول تبتعد عنها؟ كيف تتصرف؟ الحين انت شفتها كيف شعورك؟ اكيد هلا الواحد لما يشوف شخص انه بيحبه فراح يكون شعور حلو، بنفس الوقت يعني الغيره يعني الى مكانه. يعني في وايد شباب صح عشان شيء صح؟ اوكي اوكي. انت كثير عم تتلبك وكثير خايف، ما بعرف من شو، بس ممكن يكون خجلان، ما بعرف صراحة. هل بحاول اقنع دهد؟ ارجع لها مو بس كحبيبه كزوجه فيوتشر. هذا عم يحكي من دون ما نساله. مجهز مستوى التمثيل بهالحلقه عالي كثير. سعد بدك تحكي لنا شو اكثر شيء كانت تنكد عليه؟ انه ليش ما كنا كثير نطلع سوا وليش ما نروح سوا، وهي كانت تحب كثير انه تطلع سهرات وروحات، وانا كنت كثير انه حب كون لحالي اكثر، بحب كون انه اقعد او مثلا سهره بالبيت. حاسي عنده نقص بالرومانسي. حمد انت شكلك بريء جدا والله، انت مو حتى ما تبين ان انت حبيبه سابق، انت نفس اخوها ولا شيء يمكن.
لا انا بحس صادق اخوها. انا مش حبيبه ابدا. انا احس صح كلام كريم ولا مره في حياتك دخلت في علاقه. احس كنت بست فريند ما وصلت حتى مرحله الحب يعني. هو قله الاهتمام فيعني يخليك الحزن ما لازم تطلع للناس بتخليه دائما في قلبك. فالحزن اللي فيه لا تصيح لا يا جماعه فالحزن اللي فيني يعني هو تقريبا اثر شوي علي واثر على حياتي وخرب علي بعض من مستقبلي وهي تعرف هالشيء خلاص يعني مليت من هالشيء فاهم انت كيف يعني ف يعني انت ما بدك ترجع له ولا بدك ترجع له والله هي مش كثير اوف يعني لا تزعل هي لا تزعل انا ما بزعلها هي فاهمه شو سويت فيه كسرتي له قلبه كسرتي له قلبه شكلك يا واحد من الاثنين يا هو نفس الاكس يعني نفسه هو محمد او يمكن تمثيله جدا جبار اوكي نبلش تصويت نبلش تصويت تصويت هون كات شباب شو عم تعملوا عندنا حلقه لازم نخلصها ليه عم تضيع وقت كات شباب ركزوا معي نحن ما عم نضيع وقت انا عم بستفيد من وقتي وتابع مايكو وطلع فلوس انت محمل مايكو لا ما لا تصرخ زين حمل مايكو عقب بالكات والله المشكله يا قسم حملوا التطبيق موجود تحت بصندوق الوصف سو انا بالنسبه لإلي حصوت دغري والشخص يلي ما قنعني الصراحه هو كاريزما انا بعتذر بس ما قنعتني حسيتك هيك بتلبك حافظ الاجوبه وجايه لا لا انت بحب اقول لك فاشل مش عارف تمثل صح انت شو مين بتصوت انا عن نفسي بعد كاريزما صح والله كاريزما. انا صوت على يامي كمان حسيته مقنعني والله والله للاسف كاريزما والله انت ما قنعتني من البدايه ما قنعتني انا احس كل مره في حياتك دشيت في علاقه فاحسك متوهق وايد سو نحن نعتذر منك كاريزما يعطيك العافيه الجولة الثانية رح نوصل هلا مرحلة الأسئلة للشيء الأصعب يعني في أسئلة وايد قوية نحن ما بنصوت أنتم بتطلعون بروحكم شايف أعلم احكي لنا أكثر موقف محرج صار معكم كنا طالعين أنا وياها بمطعم قاعدين واتصلت أمها فجأة وما عرفنا غير أنها كانت موجودة قريبة علينا وشايفتنا يعني أمها ما بتعرف أول شيء ما كانت تعرف بعدين عرفت وكأنه قال أول لقاء بيناتنا أمها عرفت ولا أنا هيك فكرت يامي شو أكثر تصرف كانت حبيبتك السابقة تكرهه فيك؟ إني أنا أخبيها دوم عن الناس اللي مكتب أخليها تطلع عند الناس وايد أنا قاعد دوم أقول لا تلبسي كذي لا تلبسي كذي الناس تطالع وهذا أنا ما أحب هالشيء فهي تقول لا عادي خلاص نحن مع بعض ما أعرف ليش يامي قاعد يعطيني يعني شعور إنه هو متوتر بس هو صدق الإكس بس هو متوتر اسمعني يا صادق هل تتابع ستورياتها من فترة لفترة؟ حسابها بلشت الفضايح حساب وهمي منو قدك محمد كيف تعرفتوا على بعض وايمتى تعرفنا على بعض بيكون مكان يعني محرج عادي يتكلم يعني تعرفنا على بعض في ديسكو بالجامعة خليك احسن قول مكتبة بس دقينا في الكافيتيريا فتميت هي اشوفها وحبيت ستايلها وهي كنت اتابع يعني كيف انت كنت جوعان وما حبيت ستايلها محمد انت بارع بالتمثيل ما بصدقك لانك بارع بالتمثيل عند يونس سؤال شوي محرج هل حسيت خف مصروفك بعد ما تركته اخي يونس كيف وصل لي هني لما نطلع الكافتيريا ومطعم نطلب وجبتين الحين عم نطلب لشخص واحد مرتاح هلا يعني خف المصروف لا مو مرتاح انه كان عبء عليك ولا عادي اكيد هي كانت تطلب وايد منك وحركات وشي لا ما تطلب ما تطلع كثير يونس كل ما يتكلم يتوتر كل ما يتكلم يتوتر حبيبي هدي تكلم عادي اوكي انت كثير عبالك ترجع لو هيك وجه كلمه لاهلك وجه كلمة لإلا بطريقة خلينا نشوف كيف أنت ممكن ترجع لها ماليا كوي إن شاء الله بكلم أهلي إنش ترجعي لي نشل هالخلاف بين الأهل وبينك وبنخف الصراع المستوي حلو وأهلك أنا باخذها أني مستعد أريدي أنا شاري شقة وعندي كامليات أني أخذها عندي سيارة وبيت وجبتها هي بنت الحلال حق مستقبلي حلو زعفل له والله والله العظيم جيبوا خادم والله العظيم لو ابوك يقدر يعني يصفعك تراك من الكاميرا بيصفعك هنا من التلفزيون يا مي الله يعينك بعد هذه الحلقه والله ابوك ترى بيضربك ضرب
لا تلومنا نحن، نحن ما يخصنا. طيب أوكي. هلا دائما بالعلاقه بيكون في مسيطر وهيك، مين كان المسيطر اكثر بالعلاقه؟ هي مسيطره. هذا انت عم تعترف انه هي كانت رجال العلاقه؟ ليش؟ ليش هي مسيطره؟ كثير وقت تكون تحبي شخص انه لما بيطلب منك شيء ما رح تقدري تكسري له بخاطره او تقولي له لا انا ما بدي، عشان هيك دائما شو ما كان تطلب نحن كنت اقول ايه، دائما معها شو ما بتطلب انا معها. يعني كنت خروف تقريبا يعني. لا لا مو خروف، عادي اعترف ترى مره كله خرفان، كله خرفان. لا طب عادي زوكي سوكي سوكي نو بروبليمو نو بروبليمو. صادق كان خروف بس يستحي انه يقول خروف، عادي كلنا خرفان نو بروبليمو، اعترف صادق خليك صادق. نبلش تصويت ونشوف مين اكثر شخص ما قنعنا. يا اخي لو اقدر بس اطلع يونس من البدايه، بس كارولين ما تبغى تسمع كلامي. يونس انا اسف بس انت كثير متوتر، يعني حتى قمت اشوف التوتر في خدودك. انا والله عم يقنعني وانا جدا صراحه اخترت يونس. طيب انا عن صراحه للاسف برجع بعيد، يامي ما عم تقنعني ابدا، انا اسف. انا بالنسبه لي الموضوع صعب، حصوت يعني للاسف حصوت على يامي. I'm sorry. والله okay. راحت عليكم. I'm sorry. يامي يعطيك العافية. شكرا. يامي والله كسر خاطري، ما عارف إذا هو يستاهل يطلع ولا ما يستاهل يطلع، بس سوري يامي. حق الجولة الجاية. الجولة هيدي حيكون فيها ذكريات كثير. نعم. سو يا صادق بدي تحكي لي أشياء كانت تهديك إياها وأنت تهديها إياها. أول شيء كنت هدية العطور، كانت كثير تحب العطور، كان عندها برزانة ورفوف كل عطور، هي كانت دائما تهديني كفرات موبايل، لأنه أنا كنت دائما أحب الكفرات وحتى هي كل يوم كفر كل يوم كفر، ودائما كنا نعمل نطبع صورنا على الكفر. أوه رومانسيات وحركات. عطر وعطر وعطر وكفر وكفر وكفر، يعني شو مشكلتك حبيبي؟ طيب شو الغنية اللي ممكن كثير مأثرة فيكم ببعض؟ أغنية مليت، لأنه لما كنت أنا سافر كانت هدية. ما بعرفها صراحة، فيك تغني لنا إياها؟ مليت على فكرة من اليوم ومن بكرة وما ضل ولا ذكرى تسكرني فيك. بس هيك المفروض هي تستحي، انت ليش استحيت؟ انا ما خلاص صادق خلاص يكفي، والله يكفي، والله العظيم يكفي. محمد عبالك ميسانك صح؟ يوم يونس جاب ورد حق حبيبتك الصادقة، كيف شعورك؟ يعني شو تبغى تتكلم مع بنت يعني زين. لا دقيقة، انت تلومها هي ولا تلوم انا ما فهمت الحين صراحة. انا هون بلشت فوت بالحيط صراحة. باقي اخر شيء نسويه بعدين بنقرر نصوت. منصة مايكو هي المنصة الوحيدة اللي بتكسب فلوس من خلال المشاهدة، فانت حرفيا عم تستمتع بوقتك وتطلع فلوس، وعلى فكرة عندها أفلام حصرية ومسلسلات حصرية وحتى كمان مباريات لايف. وانت شو عم تعمل هون؟ انزل حمل التطبيق، وغير هيك قناتي موجودة بهذا التطبيق. أباه غزل، أباه كلام جميل، كيف كنت أعطيها الكلام الجميل؟ كل واحد فيكم بالدور. أول شيء نبدأ بيونس. ما بتحب هي غزل، بتغزل فيها طبعا. سوري يعني، أنت تجبرني يعني وين كيف؟ تبغى تفوز وما تبغى تفوز؟ لا والله لا لا أنا ما بغني فوز. لا كثير. لا يونس أنت هون عم بلش تقنعني والله. هلا أول شيء أنا لما كنت أتغزل فيها ما كنت أتغزل فيها بطريقة مباشرة. بس ممكن كنت أحط لها أخاف عليك من برد الشتاء وأحط لها شغلات. قدام باب البيت. طبعا هو قال قصيده سابق وانا بقول قصيده ثانيه. اخاف عليكي من الحر عشان ما تعرقين وتطلع ريحتك خايسه. انت الحين لازم تعطينا اداء اوسكاري، تخليني اوقف اصفق لك. يعني هي كانسانه والله جميله، حنونه وطيوبه كثير كثير، انه تعرف لو ازعلها تعرف شو اقدر كيف اراضيها. شوكولاته صح صح، انا جبت حق كارولين مرسيدس دي كلاس. كلا هذا اللي طلع معك، يعني اذا هي بترضى بالقليل انت ما عندك مشكله، جيب لها رانج روفر. هسه بدنا بالماضي هلا. الله كريم الله كريم. وقت التصويت اذا حبلش تصويت انا بختار صادق. صادق الصراحه ما احس انه اصلا كان في علاقه وحده بحياتك. حبيبي صادق اسمع خلاص طفح الكيل، مش حاعطيك ولا فرصه، اطلع برا. احس انت تمثيلك وايد حلو لكن في النهايه تمثيل. لا سوري صادق بس حصلت 3. لا هذه اول مره تصير في البرنامج. يعطيك العافيه يعطيك العافيه. باي باي. انه نختار نفس الشخص معناته معنا حق.
حق، واكيد انتم شايفين هذا الشيء سو ما تلومونا. اللي ابغى اطلبه منكم حاليا ان تعيدوا لي مشهد تمثيلي، طبعا كل واحد بالدور، بينك وبينها كيف تعرفت على بعض اول مره؟ كيف الحال؟ خلاص اتعرف عليك. قولي لي لا خلاص. حاجه تالف، ما عم تقنعني، حاجه تالف. ليتس جو محمد برو، ام روتينج فور يو، ترى انا معاك. بلوزتك عجبتني بجد؟ ترى صراحه احلى من عندي. شو كنت عم تدرس التخصص؟ تخصص في كريتيف اندستريز. نايس والله، ترى كنت حابب ادش شوي. وانت ايه؟ سايبر سكيورتي. كيف امورك في الجامعه؟ اي شيء تحتاجه مساعده ولا شيء؟ ترى على طول من اول مره كانت دقيقه. هدي هدي على طول، هدي كمل كمل بس هدي، لا تقول على طول يعني. لا لا محمد حبيبي داش بقوه، شو اللي اي شيء تبينه انا حاضر. لا هدي خليك طبيعي، نو بروبليمو. مو من اول مره على طول تراوي ان انت خفيف. اصحاب جامعه هذا اللي صار. طيب شو اقلب؟ تصويت 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 النهائي. اوكي سو انا بشوف محمد برا ما قنعتني، والباقي عندهم يعني. انا بشوف يونس برا صراحه. عادي ما عندي مشكله، المهم سوري يعني نرجع لبعض، ما يهم الفلوس. سوري يونس برا، رجاي جيب لي ورد. اوكي محمد مبروك برو، بس لا تستانس تريا شوي. والله اذا بخسر هالمره انا حانجلط حانجلط. محمد اذا بتريد تكون انت. شوفوا 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 الحين، شوفوا جوجو جوجو من الحين الحين الحين. انا ما افهم كارولين وين تبغى توصل، دائما هي تبغى تكون العكس. اوكي محمد هاي الجائزه، الف مبروك. مبروك ان شاء الله ما تكون راحت على الفاضي. دقائق يا جماعه بس سكوت شويه، نركز. الحبيب السابق يتقدم خطوه. لا يامي كيف طلعتك انا اول شيء مرتين صوتت عليك؟ شو السالفه احلام العصر هذا شيء خاصه يا جماعه، طلعنا من اول دور يا ثاني دور، شو السالفه يا جماعه الخير؟ خلوا كل شيء على صوب محمد. برو شو بقول لك شيء، انا مريت في الفتره بس ما كان فيه. والله كفو يا جماعه، كفو صوتكم صوتكم صوتكم. إذا حابين تشوفوا شو صار بخلف كواليس هاي الحلقة لازم تروحوا على قناتي بتطبيق مايكو، موجود تحت بصندوق الوصف. طبعاً أشياء كثير بتصير ما بتعرفوها.